ضيوفنا اليوم من عمان، من الأردن، من المغرب العربي، من سوريا، من العراق، من فلسطين. فكلنا اليوم مجتمعين بهذا المهرجان، عم نقعد بالبيت، بناكل فلافل، بناكل مناقيش، فول، منزبط الامور، وعم تكزروا على بحر الكورنيش. سور ايه، منروح على البيت هلا، منجي منروح على السينما مشي وبنرجع مشي بكل حب. اليوم تروقنا مناقيش، ومبارح اكلنا فول بسور القديمه. استاذ محمود حب الفول، اي اطيب، الفول تاعكم ولا تاعنا؟ والله الفول هنا او هناك هايل، الطعم كان هايل. انا اكل فول في اي بلد، حيبقى فول يجنن يعني. هو مهرجان صور السينمائي للأفلام القصيرة، ينظمه قاسم إسطنبولي من دون إمكانات، لا إمكانات لحجز فنادق ولا لقطع تذاكر السفر للمشاركين. يعني معقول قاسم عمل لك كل هالعجقة هيدي؟ والله نعمل. أهلا وسهلا بالضيوف وبالفنانين وبالكل اللي بيجي. أهلا وسهلا. عملتي غدا لكم شخص؟ 20. أشرك قاسم كل أفراد أسرته في المهرجان. المشاركون ناموا في بيته وبيت أخيه، وأمه طبخت لهم طعاما منزليا. من حضر المهرجان إنما عبر فعلاً عن روح فنية عالية، ومنهم الممثل المصري محمود قبيل الذي حل ضيف شرف على المهرجان. الشيء اللي دفعني أجي للمشاركة في المهرجان صور سينمائي هو الطاقة الشابة الموجودة في هاي المهرجان، كونه بجهود ذاتية، كونه باجتهادات من شخص حب ينتصر للسينما. أنا ما سألت إنه ما هي إمكانة المهرجان أو شو طاقة المهرجان. أنا جيت على مهرجان بسيط. هذا المهرجان هو تأسيس إلى حركة ثقافية في هذه المدينة. كيف خطر ببالك تأسس هيك مهرجان، تنظم هيك مهرجان وأنت ميزانيتك صفر؟ هذا كان حلم والدي إنه يصير في مسرح بالمدينة ويصير في مهرجان ولا آخره. عائلتي هي عندها الحب وعندها الشغف أنها تحتضن اليوم هالفرق اللي جاية، ويقدر يكونوا موجودين عندي بالبيت، ونقدر نكون بأقل تكاليف عم نقدر. واللي عم يجوا هني أشخاص بحبوا فعلا الفن، عم يجوا بيأسسوا بهالمدينة. البعض هني عم يدفعوا تذكرون، البعض نحن. أنا أخذ كارد من البنك لما أنا قدرت أني أسس ورجع هيدي السنة من اللي تكون موجودة، وإن شاء الله ما ننحبس بالآخر يعني. أفلام عرضت على شاشة عمرها أكثر من 50 عاما، وغياب دعم وزارة الثقافة وبلدية مدينة سور لم يمنع من أن يكون للمدينة مهرجانها السينمائي. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، مدينة سور، جنوب لبنان.